غياب تسويق البحوث العلمية، مواقع لا تحين مضامينها لمدة تفوق الشهر والسنة، مع عدم احترام تسمية المؤسسات التي ينتسب إليها الأساتذة الباحثون. اختلالات تعاني منها الجامعة الجزائرية كما يشخصها وزير القطاع طهر حجار. حجار وإن قلل من أهمية التصنيف الدولي للجامعات الصادر عن هيئات أجنبية، إلا أنه أكد أن هذه التصنيفات تحتكم في معاييرها لما تنشره المواقع الإلكترونية للجامعات ولا واحدة منهم جات ودرت تحري هنا في الجامعة ودرت أوديت وجت للجامعة وشافت واش يدرس الجامعة واش فيها واش المخابر الأجهزة الطلبة ولا واحدة جت عندنا وشافت يحكموا علينا ابتداء انطلاقا مما ننشره في مواقعنا وما وقعنا للاسف بعض الجامعات يقعدوا بالشهرين ثلاثه واحيانا بالسنه ما يبدلوش واش احيانا رئيس الجامعه يروح ويجي الاخر ويموت وما زال اسم رئيس الجامعه اللي راح منذ عشر سنوات كلفنا المديريه العامه للبحث العلمي ابتداء من الان بمرافقة عشرين 20 جامعه اللي شفناها عندها استعداد باش تتحسن في الترتيب من هنا الى غايه 2020 باش تكون ان شاء الله في الالف الجامعة الأولى وردا عن تساؤلات طرحت خلال الندوة الوطنية للجامعات حول مصير إضراب طلبة المدرسة العليا للأساتذة واحتجاجات طلبة شبه الطبي حمل الوزير حجار المسؤولية للطلبة المضربين المدارس العليا ومطالبة الرياضة وعن المكتبات يدرسوا بعضهم يضربوا الله يسهل عليهم هم أحرار وما تنسوش بأن المدارس العليا لها نظامها الخاص الطالب الذي يكرر لا توظفه وزارة التربية نفس الشيء بالنسبة للديوامس غدا امتحان اللي جاء مرحبا به اللي جاش يتحمل مسؤولية لا أكثر ولا أقل ويبقى الارتقاء بأداء الجامعات على المستوى الدولي رهان ينتظر التجسيد آفاق 2020 كما وعد حجار